السلام عليكم البنات، كيراكم بخير؟ اموركم هانيه؟ يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. وان شاء الله فيديو جديد نيشان دخلت معكم للحداقه والنشاط. اليوم ان شاء الله نشارك معكم تنظيف هذا المنظم ديال الاحذيه اللي كدرت هنايا في المطبخ. صراحه نظم لي بزاف ديال الاشياء ما كنتش كنلقى فين نديرها. بزاف الناس كانت عجبتهم الفكره، وكنشكركم بزاف. واي وحده خلات لي واحد الكومونتير ولا واحد الراي ديالها ولا شي حاجه، شكرا بزاف بزاف. راه كلشي التعاليق راني كنقراهم لا يخطيكم. فبالنسبه لهاد المنظمات ديال الدقيق وهذا كانوا يعني ديجا توسخوا بزاف، وفاش كنت ركبته ما كنت قديته، لانه صراحه هو ما كيتوسخش، يعني ماشي بحال لي بلاكار الاخرين كتعرفوا البلاستيك ما كيشدش فيه الوساخ ولا شي حاجه. فغير مع على برا يعني شي شويه كبقى بديك لي دراس ملي كنبغي نجبد شي حاجه اللي كانت يدي فيها شي حاجه ولا. فقلت ارا نضفو ونضف حتى هاد المنظمات ان شاء الله. باغي نبدل هاد المنظمات ديال الزاج، ولكن مؤقتا ما عنديش فين نديرهم في الكوزينه صراحه. ان شاء الله نزيد البلاكارات وعاد ناخذهم. صافي، هنا بغيت نشارك معكم هاد لي بونج هادي ديال السيليكون، زوينه بزاف. كنت خديتها وقيله ب 15 درهم ولا ب 16 درهم، زوينه. كديري في قلب منها الصابون، كاين بليصه فين كديري الصابون عندها بحال واحد الشعيرات ديال السيليكون بيوم، يعني كتحكي هكايا الاواني ولا تستعمليها. هي مهم متعدده الاستعمالات على حسب الحاجه ديالك. وفيها واحد الراس ديال البلاستيك قاصح، كتقدري تزولي بها الحوايج اللي كيكونوا يعني لاصقين في اللاطا ولا في شي حاجه اللي كتكون لاصقه. فصافي هنايا كنزولو كاع، راكم شفتوا البنات الطريقه ديالو ساهل بزاف. عنده غير ديك هذيك اللي في الجناب هما اللي كيلصقوا، يعني ساهلين مهلين، وفي التنظيف ديالو اسهل وما كيشدش الوسخ. صراحه زوينين بزاف بزاف، فتقدروا تستعملوهم بزاف ديال الاشياء بحال يعني تقدوهم هكا تنظموا بهم في الحمام او تنظموا بهم في البالكون. فساهلين في التنظيف، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا اللي تكرفس دغيا، وكيجي المنظر ديالهم زويون. صافي البنات، هادشي اللي كاين. انا نحاول هنايا انني نجبد كاع كلشي، وكما كتشوفوا البنات راه هاز بزاف ديال الحويجات اللي ما كنتش كنلقى فين نديرهم، وغنحيدو وننظفو مزيان. بعد المره غير كنمسحو هكا، كندوز عليه بدريره وصافي كيتمسح، يعني ما صعيبش نهائيا في النيتواياج ديالو. صافي هنايا خليتهم حتى نشفو مزيان، مسحتهم وخليتهم حتى نشفو، وصافي كتحطو لهم غير هذيك اللي في الجنيبات كتلصقوهم هكاك، وها هو دا لصق، يعني ما كياخدش، يعني ساهل. عاوتاني نفس الطريقه ندير الاخر، نركبو وصافي غنضم فيه ديك المنظمات بعد ما نضفتهم مزيان وخليتهم هكا ينشفو. Don't let nobody tell you that you're not beautiful. You give so much to the world but get nothing back at all. She wants new beginnings, always made hopeless wishes. She don't know what she wants. She don't know what she wants. It's more than love for an evening, could be more than a weekend. I won't mind wasting this time, long as I can call you mine. But you were magic. So beautiful that there is nothing like you, and I would see you in my dreams when I'd rather be together, baby. All I need.
وهنا الحكايه تندوزو باش نوجدو ان شاء الله العشاء، ندير رفيسه بالدجاج البلدي. وقبل بغيت نجاوبكم بزاف ديال الاسئله لقيت في لي كومونتير على حساب هاد الكوكوت هادي. فهاد الكوكوت انا خديتها تقريبا الثمن ديالها ب 480 درهم من المحلات يعني العاديه، ما خديتهاش من الاسواق الكبرى، ولكن راه كاينين لقيتهم في مرجان كيتباعوا تقريبا شي 600 درهم دايرين لها قد هادي ديالي ولا صغر شي شويه منها. انا خديت هكا يقيس تقريبا 6 لتر غير يعني لكل نهار هكا انا الوليدات ديالي. وبالنسبه للصفاره ديال البنات هكا كتجي ملي كتبغي تخرج ديك الضغط ديالها كتوقف فيها، ومني كتبغي هكا تقفليها صافي كتقفليها وكتنعسي لها ديك الصفاره هكا ديالها وهي كتسد. وبالنسبه للحله ديالها فهي الحله ديالها عاديه كما كتشوفوا كدوروها وصافي، ماشي هذيك ديال الضغط، هذيك اللي كتضغطوا عليها بالوسط وكتسد، فمع المده كتخسر وما كتصلحش يعني ما كتصلحش. كيقول لك يكون عندها غير واحد السليك هو اللي كيسدها، فملي كيخسر صافي كتضيع. فخديتها هكايا بالودينات ديالها او ديك الديدات ديالها يكونوا عاديين، والسده ديالها حتى هي تكون عاديه باش هكا قدر الله خسرت فيها شي حاجه تصلح. صافي نخلي هنايا العشاء ديالي يطيب، ساهل بزاف بزاف يعني، غير نصب سكر كنصيب العادي وصافي خليته يطيب. هنا دست ناخذ الكوتي انا وبنتي، فديت واحد الكويس تاع اتاي، بيضات مسلوقين شويه ديال المسمن بالخضره. دابا نشاركوا معكم ان شاء الله كيجي زويون بزاف بزاف والطريقه ديالو زوينه. ايوا صافي هادشي اللي كاين، ندوز ان شاء الله ناخذ الكويس ديالي تاع اتاي ونرجع معكم. وهنا يا اختي ندوز ان شاء الله باش نقاد التريد، غنقطعو هكايا صغير ان شاء الله، واللي بقى غنديرو في المجمد. وبالنسبه للدجاج راه طاب، مولفه كنت كنقفل عليه فكان كيطيب بزاف حتى كيتفرتت، دابا خليته ما قفلتش عليه وطاب يعني طاب مزيان ولكن بقى شاد في راسو. ايوا صافي هكايا. المهم كنحاول انا نقطع التريد شويه صغير. وبالنسبه للبنات الحلبه ولا داس وديكشي هذاك فران درتهم بوحديتهم، طيبتهم فواحد الكاسروله بوحديتها لانه يعني الدراري ما كيبغيوش ياكلوا ديكشي هذاك، فخليت لهم هما غير المريقه العاديه وديكشي هذاك خليته في كاسروله بوحديتها. كناخذ منه غير انا شي شويه ما ترجليش لي حتى هو ما عندوش معاه. ايوا صافي صراحه خص هكايا الاكله هو دار في خصها الغداء ماشي العشاء، ولكن لانه راجلي كيكون خدام بالنهار فالعشاء هو اللي كنجمعوا فيه اغلبيه هو اللي كنجمعوا فيه. ايوا اللهم لك الحمد هادشي اللي كاين. صافي هنايا انا كندخلها للفران باش طيب، ماشي طيب باش تسخن زعما، اما ملي كنفورها بحال كيفزك ديك التريد فما كيجي فازك ماشي بحال الفران، كيجيني احسن ملي كنسقيه راه كيرطب وكيكون يعني زويون. صافي انا ندخلها الفران وديك اللي شات ليا درته في المجمد كيبقاو زوينين هكاياك، يعني تقدروا تستعملوا تريد فوق ما بغيتوا ديروا هكاك في المجمد او فوق ما احتاجيتوه كتجبدوا يعني القياس ديالكم. صافي انا درته هكايا في الطبيسل ديالي اللي نصب فيه، ودرت الدجيجه ديالي خليتها هكاك صحيحه وسقيته مزيان مزيان. وبالنسبه للبنات هنايا اللاتس والحلبه فدرتهم بوحديتهم هكايا، يعني كناخذ منهم غير انا شي شويه كننزلو هكا فوق الطبله ملي كنبغي ندير شويه كنديرو حدايا. ايوا صافي ورافقتهم هكايا مع شويه ديال الديسير قطعته اليوم هكايا صغيور مع العشاء، راكم عارفين حتى الليل حاولت غادي ندير شويه الفواكه هكا باش يهضموا، شويه التفاح شويه ديال الاجاص، المهم شويه شويه من كل حاجه. ايوا صافي هادشي اللي كاين وبالصحه والراحه. بالنسبه للدجاجه مولفه بعض المره كنحمرها، دابا ما حمرتهاش على حساب الوليدات يعني كيلقاوها كفتيه.
وهنا حبيبتي نبغي نوصيك اكيد حتى انتي راه كتكوني بعض المرات كيجي واحد الوقيته اللي كتشوفي راسك فرطتي في راسك. شوفوا راسنا فرطنا في راسنا ف كنقولوا لك خصنا نديروا هادي وخصنا نديروا هادي، وكتبقى تدينا عاوتاني الموجه مع الوليدات، مع كنسبقوا يعني الاولاد كنسبقوا. انا كنهضر على نفسي يعني كنشوف لا من الوقت ولا من الصحة ولا هادشي واجب، هادشي واجب إياه، ولكن ضروري الاعتدال في أي حاجة، في أي حاجة بغينا ننجحوا فيها في حياتنا فخص الاعتدال. يعني أولادي كما كنقول لكم دائما حق عليا، والزوج والدار وكل شيء حق عليا، ولكن حتى نفس ديالنا راه عندها واحد الحق اللي كبير، لأن كتشوف راسك فاش كطيح او كتمرضي او شي حاجه راه ما كاين والو، الا ما كنتيش انت راه ما كاين والو، فهمتوا؟ يعني تهلاي في راسك، في صحتك، في صحتك بزاف 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 بزاف. وكنقصد انا الصحه البدنيه اكيد، والصحه النفسيه، لانه اغلبيه كيدوزوا واحد المراحل، كندوزوا في حياتنا واحد المراحل اللي صعيبه، يعني اكيد اكيد كل واحد راه فيه كيقال هم ديالو. يعني هاد الدنيا هادي ضروري من الابتلاء، ضروري من شي حاجه اللي كتكون مقلقك في حياتك، ولو ان الناس راه تشوفك تقدر ان تشوف عندك كل شيء، عندك الاولاد، عندك الدار، عندك الصحه، عندك عندك، ولكن كيكونوا شي حوايج اللي يعني ما عالم بهم الا الانسان اللي فيه هو. حتى واحد راه مخالي من واحد الحاجه اللي كتنغص عليه الحياه ديالو. اللهم لك الحمد، حنا في دار الابتلاء وحنايا في يعني ضروري من هاد الشيء هذا، وكتجي واحد الشده عاوتاني كتزول، كتجي واحد الشده وكتزول، اللهم لك الحمد. المهم الانسان، هادشي اللي بغيت نقول لكم، المراه خصها تهلا في راسها، ما تبقاش فانيه عمرها كله في الولاد، في الدار، في هادشي في هادشي. الانسان يعتدل، خصها المراه تعتدل، تاخذ الحق ديالها، تاخذ الراحه ديالها. المهم انا كنشارك معكم البنات الوليدات ديالي كيلعبوا، فبعض المرات كان سورتو في العطل، في العطله اللي دازت، فكما كتشوفوا لما درت لهم شي اكتيفيتي ولا شي العاب زعما، وواحد الانشطه اللي نتوما تنظموا لهم الوقت، فكتكون واحد الفوضى في المنزل عارمه. فضروري التنظيم، ضروري تشغلوا لهم الوقت بشي حاجه، او في الويكاند ملي كيجلسوا الوليدات حاولوا ديروا لهم شي العاب هكا اللي يعجبوهم. بالنسبه هنايا لعبوا ديك اللعبه اللي كتعجبهم بزاف بزاف، لانه كيبقاو يهزوا ديك الخشيبات، وتا كيجي التالي يعني كيبقاو يهزوا من الوسط ومن التحت، ما عندكش الحق تهز من الفوق، خصك تهز غير من الوسط ومن التحت، وفي الاخير اللي كتطيح له في يديه هو اللي كيكون خاسر. وهنا البنات واحد اللعبه زوينه بزاف، يعني كتقبطوا اللي عندكم لي بومبو هكا ولا شي حاجه، كتخبعوها وكترسموا واحد الشيمه ديال المنزل ديالكم زعما، وفين كتحطي ديك الحاجه، والوليدات خصهم يفكروا ويعرفوا فين حطوها. انا كنت كنقرب اليوم هنايا، شوفوا الرسامه هنا زعما رسمت البيت والبيوت وديك الشيء، هذيك فين حطيت لهم الكوزينه، حطيت لهم هذا. وتبارك الله الوليدات راكم عارفين اذكياء، فكيعرفوا وكيكونوا بعض المرات كيطلعوا عليك ملي كتجي تخبعي وهذا، كيعرفوا البليصات ديالهم. صافي المهم كحاولت نشغل لهم شويه الوقت ديالهم بالراس، بزاف ديال الحوايج كيديروا. ايوا الحمد لله هذا هو اللي كاين، دازت العطله وخا ما سافرنا ما والو، ولكن الحمد لله دازت زوينه، دازت مع الوليدات، دازت في الراحه، الراحه اكثر شيء. راكم شفتوني البنات ما صورتش معكم بزاف. وبالنسبه هاد لي بومبو اللي كيلقاو فما كياكلوهمش اكيد دفعه واحده، كنقسموا لهم. وهنا كنكون وصلت للتالي ديال لا فيديو ديالي، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من الدعم ديالكم، والى لقاء ان شاء الله فيديو اخر في رعايه الرحمن.